أعلن مسؤولون فرنسيون أن فرنسا لن تعين سفيرا جديدا في طهران إلا إذا حصلت على معلومات من إيران عن المؤامرة الفاشلة لتفجير مؤتمر للمعارضة الإيرانية في باريس خلال يونيو الماضي. وأكد مصدر رئاسي فرنسي أن لدى فرنسا قائما بالأعمال في طهران، وأن هناك حوارا رفيع المستوى بين السلطات الفرنسية والإيرانية، وعدت على إثره طهران بالكشف عن حقائق موضوعية للحادثة. وفي إطار الهجوم المذكور، ألقي القبض في وقت سابق على دبلوماسي إيراني يعمل في السويد وثلاثة أشخاص آخرين للاشتباه بتآمرهم لشن الهجوم على مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومثلت العملية ضربة للعلاقات في الوقت الذي كانت فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي يسعون لإنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية مع إيران عام 2015.